قيس مذبوح قتيل الأب والأم. لقد ذوقت ممن لم يكن ذوق ولا طعم، فنحن اليوم في بيت على ضدين منضمين، فإن القرب بالروح وليس القرب بالجسم. لا لا ما تسقفوش، عيطوا ليه؟ عشان ليلى قلبها انكسر وبعد كده هتموت. وانت كمان يا امال. انا ايه هتموتي؟ يا عبطي يا عبطي، هي مامتي انا ماتت؟ لا خلاص، ماما لما كانت ممثله كبيره قعدت سنين تمثل الدور ده كل ليله ولسه عايشه. صحيح؟ طبعا صحيح. دلوقتي هكمل لكم. هنا قيس بيتكلم. أتعصينني يا ليلى؟ لم أعصى آمري، ولكن صوتا في الضمير ناني. يا ست أمال يا ست أمال. إيه؟ عفراء تناديني. ست أمال. عفراء عندي؟ والنبي بطلت عفارين، الأحسن فيهم من الأيام حمسة الناس مفاطنة. ماذا تريدين؟ ماما عايزاكي جوه حال. لماذا؟ والدك أرسل القطرنبيل لأخذك، اتبعيني يا ليلى. عن إذنكم. أبي أحمد. أهلا أهلا أهلا، إزيك يا حلو؟ إزيك أنت يا أبي؟ أنت اللي هتوصلني؟ أيوة يا ستي، بابا بعتني مخصوص عشانك، بس المهم نلحقه قبل ما يخلص البروفا. حوا يلا يا أمال، شهري يا حبيبتي عشان ترجعي قبل الغد. هو بابا عيني عشان ايه؟ مش وقته دلوقتي، قربي شويه عشان تغيري في الفن. ابوك اليومين دول وراه بروفات كتير وعايش على اعصابه، يعني بلاش الاسئله بتاعتك اللي ما بتخلص. حاضر يا ماما. وريني كده. الله جنان. وريني يا ماما. ها انتي وبابا سبتوا بعض ليه؟ اظن قلت لك ليه. نسيت. بكرة لما تكبري هتفتكري. انت لسه بتحبي بابا يا ماما؟ طبعا. بابا بيحبك؟ وبعدين معاك يا أمال. يعني انت مش زعلانة ان الست اللي اسمها عنايات دي اتجوزت بابا؟ على فكرة يا أمال، ان صادف وقابلتي عنايات هانم عند بابا اوعي تطولي لسانك عليه. حاضر. مش المرة اللي فاتت كان برضه حاضر يا ماما يخلصك يقولوا على ماما انها مش عارفه تربيكي؟ اعمل ايه يا ماما؟ ما هو غصب عني. مفيش حاجه اسمها غصب عنك. قبل ما تقولي لها اي حاجه ابعدي من 1 لـ10، بالتاكيد ساعتها هتفتكري الوصيه بتاعتي. مفهوم؟ طب يلا مع السلامه. بابا ما كانش حقهم يبعدوا عن بعض. تعرف انا حافظه مجنون ليلى صمت من كتر ما شفت ماما وبابا بيمثلوها حفظتها صمت. كانوا بيمثلوها حلو بشكل ما كانش حقهم يبعدوا عن بعض. عند المدير. ميرسي. على فين؟ رايحة استنى بابا فين. أسعدت صباحا يا سيدي. أسعدت صباحا يا سيدي.
بخير والحمد لله. لقد تأخرت. لقد تأخرت الشمس. لقد تأخرت الشمس سماء ال. انت كتكوتة، انت قطوطة، انت روحي وعينيا. اهلا وتعرفي قد ايه انا بحبك. وانا كمان يا بابا. قولي لي قبل ازاي ماما بقى دلوقتي؟ كويسة بتسلم عليك. وثقت لي كمان ان انا ما ضايقكش في كلماتي اللي سؤالاتي البايخة، عشان كده انا مش هضايقك في اي سؤال. قولي بقى عايزني عشان ايه؟ عاوزك عشان ايه؟ والله انا كنت متردد قوي قبل ما افتحك في الموضوع ده. لكن بقى اللي اقنعني اخيرا انك انت بتحب التمثيل، وده طبعا شيء مش مستغرب على واحدة ابوها ممثل وامها ممثلة. طبعا. بالاختصار يا ستي، في شركة سينما عاوزاكي في دور عندها. صح يا بابا. وهمثله امتى؟ استنى بشويش بشويش، احنا لسه ما قلناش اي. انا وافقت مبدئيا. فاهمة يعني ايه مبدئيا؟ وطبعا لانك انت دلوقتي في اجازه والتمثيل مش هيصرفك عن متابعه دروسك. طبعا. انا ما عنديش مانع ابدا انك انت تمثلي في الاجازه، بس على شرط لازم تاخدي موافقه ماما. انا متاكده ان ماما هتبدا. وانا كمان متاكد، انا عارف ماما كويس، وعارف كمان ان ماما بتحبك. ايوه عارف، وانت كمان بتحبها مش كده يا بابا؟ بتحبها يا بابا؟ طبعا يا امل بحبها. طب وليه سبتها يا بابا؟ مش عارف يا بنتي اذا كنتي هتقدري تفهمي اللي بقوله لك، لكن يمكن يوم من الايام تفتكري كلامي. عنايات؟ انت لسه مش جاهز؟ لا لسه. امل ازيك يا امال؟ الله يسلمك يا مدام. مدام انت لقيها صعبة قوي تقولي ماما. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. بتقولي ايه؟ انا عندي ماما. حد في الدنيا يكون عنده اتنين ماما؟ صحيح الدنيا ما بقاش فيها عيال. انا مستنياك في البوفيه، ما تتأخرش ارجوك. لا مش هتأخر. صور يا ماما كانت عايزاني اقول لها يا ماما. بعدين كنت هقل ادبي عليها، بعدين افتكرت كلامك وعديت من واحد لعشر. طب نامي بقى يا امال عشان تقومي مرتاحه للبروفا. تصبحي على خير. ماما انت ليه سبتي التمثيل؟ الظروف يا امال. الظروف ولا عشان ما تشوفيش عينيات هانم؟ ابدا يا امال، عمر الفكره دي ما جت في بالي، بس جه الوقت اللي حسيت فيه اني لازم اختار بين اني اكون ممثله وبين اني اكون ام. التمثيل حسبهولك انت. تصبحي على خير. فضلك يا رب انا هطلب منك طلب، بس أرجوك ما ترفضوش إني بكرة في البروبة أنجح علشان أفرح ماما وبابا. وعندي طلب تاني مهم جدا جدا جدا، إني بكرة لما أكبر ما تخلينيش أحب أبدا أبدا أبدا، علشان الحب بيخلي الناس زعلانين أوي. بابا تملي مهموم، وماما تعيط لما تفتكرني مش شايفاه، وروميو وجولييت وقيس وليلى هم ماتوا عشان حبه. علشان كده أرجوك ما تخلينيش أحب. كل اللي أطلبه منك إني أبقى ممثلة كبيرة وأكسب فلوس كتير وأرفع قضية على عنايات هانم وأحبسها في السجن وأخلي ماما وبابا يرجعوا لبعض. كتر خيرك. أوعى تنسى. Thank you.
واحد اثنين ثلاثة. أمان. أيوه. قدامك خمس دقايق قبل ما نحضر الشرطة الجاية. طيب. يلا نور جديد. اسمحي لي بسؤال أخير. أيوه اتفضل. اتفضل. هل خفق قلبك بالحب؟ ياه كتير أوي. أقدر أعرف اسم سعيد الحظ؟ هو واحد بالزيادة من 100. 100؟ يمكن أكتر. خد عندك يا سيدي أساميهم. نبتدي من أول فيلم يوم سعيد. لا لا، أنا ما أقصدش الأدوار اللي مثلتيها. أنا قصدي في الحياة، في الحقيقة. بيني وبينك من كتر أدوار الحب اللي مثلتها في الأفلام ما عنديش وقت أحد. طب مدير الأمال. أيوة. اسمح تطلعني كاش، إحنا جاهزين. حالاً دلوقتي عن إذنك. اتفضلي. سؤال أخير كمان والله. منى النفس ليا. طب صلاح، تسمح إحنا نراجع الحوار سوا؟ لما نراجعه مع أمال أحسن. اتفضل. هي فين؟ صلح المكياج. اتفضل. أمال ممكن نراجع سوا؟ أيوه. منى النفس ليلى، قربي فاك من فمي كما لف من قاريهما غردان، نذق قبلة لا يعرف البؤس بعدها ولا السقم روحانا ولا الجسدان، فكل نعيم في الحياة وغبطة على شفتينا حين تلتقيان، ويخفق صدران خفوقا كأنما مع القلب قلب في الجوانح ثاني. وكيف؟ ولم لا؟ لست يا قيس فاعلا ولا لي، ولا لي بما تدعو إليه يداني. لست يا قيس فاعلا ولا لي بما تدعو إليه يداني. فكرت ولا لسه؟ إيه ده؟ الجملة دي كتبها شوقي؟ لا، أنا دلوقتي بكلم أمال. أمال هي اللي تهمني، أمال هي اللي بدور عليها، بس مش عارف ليه كل ما أكلمها لا إله إلا هي اللي بترد علي. أنا كمان بدور على أمال لكن ما بلاقيش قدامي غير ليلى. أفهم من كده؟ أمال. أيوة يا ورد. خلصت؟ أيوة. كتبوا عليها زي ما قلت لهم؟ أيوة يا سيدي. صلاح، صلاح، إيه رأيك في دي؟ الهدية دي لمين؟ اطمن، دي عشان بابا. مولاي. صحيح أيها الكلب، ائتمنتك على جيشي فخنتني، وأطعمتك زادي فعرضت يدي. مولاي. خلطا أقول لك، كيف في هذا اليوم الذي يعاودنا فيه المجد يعود هذا الرجل الذي نجا بمعجزة دهماء؟ لكني أحمد الآلهة التي ساقتك إلي، لئن كنت قد نجوت من عقاب الأول فسيكون عقاب اللاحق أشد هولا. أيها الخائن، ستلقى جزاءك وشيكا. أبي، كنت أنشدك يا والدي. والد أحمس ابن لهذا الرجل، فخر شيخوختي، معقد آمال مصر، ابن لخامويس. نعم ابني يا مولاي، إني أضرع إليك راكعا أن تعفو رحمة به، فلئن عرف اسمي الحقيقي لقضى لساعته. أيها السماوي تحت، ألهمني حكمتك. خامويس، أحمس، ابق مع أبيك لحظة، ريثما أذهب إلى الهيكل أستمد المشورة من الآلهة. تعرف انا بتفرج عليك دلوقتي اتهيألي ان السنين دي كلها ما فاتتش، وان لسه صغيرة، وان الدنيا لسه يعني بنفرق. ودلوقتي؟ لا دلوقتي احنا الاتنين كبرنا وحاجات كتير اتغيرت. زي ايه يا امال؟ زي كل حاجة. قصدي ايام زمان كانت ماما لسه عايشة. كل سنة وانت طيب يا عمري، عقبال 100 سنة. وانت طيبة يا بنتي، عمرك ما تنسي. عجبتك؟ جدا الحقيقة. انا كانت لازماني عشان اقيس بيها الوقت اللي بيضيع من عمرنا واحنا بعيد عن بعض. انت دايما في قلبي يا بابا. وانت كمان يا امال،
ايه رايك لو تسهري معانا الليله؟ انت عارف اني مش ممكن. عشان عنايات، يعني مش هتخلي فرحتي تكمل ونرجع زي زمان نعيش في بيت واحد بدل ما انتي عايشه لوحدك وانا عايش لوحدي. انت مش عايش لوحدك يا بابا. يعني مش هيجي يوم وتفهمي وتسامحي؟ معلش يا بابا مره ثانيه، اصل بكره لازم اصحى بدري عشان اسافر اسكندريه اصور المناظر الخارجيه، واحنا مستنيني برا في العربيه. خليها الفرصه ثانيه السنه الجايه مثلا. كل سنه وانت طيب يا بابا. وانت طيبه يا بنتي، انت طيبه. مستشرف مني فضلك. لقد اشوف فجأة انهم راوا الابن والقمر معا. وداعا. يقول كتاب الموتى: اوجب واجبات المرء ان يتخلص من خطاياه يستأهل أن يرى وجه الآلهة. لقد صفحت. أذكر يا شمس حور هذه الوصية المقدسة بقية أيامك. سرحانة في إيه أمل؟ مش سرحانة، زعلانة. زعلانة من ايه؟ من نفسي. ليه؟ كل مرة قابل بابا يبقى في نيتي اقول له كلام كويس، وفي النهاية اقول له حاجة تانية خالص. ابقى عارفة ان الكلمة هتزعله وبرضه اقولها. وبيقولوا عليا ممثلة. كل ممثل لازم يصادف دور يفشل فيه، وانت الدور الوحيد اللي مش قادر تأديه هو دور امال. تعرفي ليه؟ عشان مش عاوزة تسامحي. اعتبرت جواز والدك من عناية هانم غلطة، فحكمتي عليه، سمحتي لنفسك تحكمي على تصرفاته. أمال ما تأخذنيش، الصداقة هي اللي بتخليني أقول لك الكلام ده. هنسافر بكرة الساعة كام؟ الساعة 6 عشان نوصل في الطراوة. ما تنسيش تملي المنبه. وردة أحسن من المنبه. تصبح على خير. وانت من أهله. يرد عليهم كله. حاضر. تصبح على خير. وانت من اهل. مين اللي هيجي في وقت زي ده؟ يمكن احمد يجي يقول لي. هات افتحي. مساء الخير يا ماجد. مساء الخير يا صلاح. ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا عاوز اقول لك كلمتين بينك. قد كده مهمين؟ كانش ممكن تقولهم لي بكرة. أمل، الظاهر إن إحنا الاتنين مش قادرين نبص للموضوع من نفس الزاوية. بيتهيألي إنك مش مقدرة حقيقة شعوري. أوعى تفتكر إن أنا بدور معاكي على مغامرة غرامية. لا أبدا، أنا بحبك يا أمل، بحبك وعاوز أتجوزك. وإذا ما عاد تقولي في حاجة زي دي؟ أنا عاوز أعرف إحساسك بالنسبة لي إيه؟ يا صلاح أنا بعزك، بس مش معنى كده إن أنا بحبك. أنت زميل ليا مش أكتر ولا أقل.
ايوه لكن انا بحبك يا امال. انت متهيألك بس دلوقتي عشان بنشتغل مع بعض وبنمثل مشاهد غراميه سوا وبنقول كلام عاطفي فمتهيألك انك بتحبني. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا امال؟ الحب ما فيهش حاجه جديده علشان اخترع له كلام جديد. يمكن بس انا كل ما بسمع كلام غرامي بيتهيألي انه تمثال. يعني افهم من كلامك ده انه مفيش حد تاني؟ يا ريت. الكلمه دي تكفيني، تكفيني علشان اعيش بيها. بس ما تبنيش قصور على الرمل يا صلاح، الكلمه دي معناها ان ممكن نفضل اصدقاء اذا حبيت. زعلانة مني؟ لا. تصبح على خير يا أمل. مع السلامة. هات الفون ده من خيالي. خش يا جمال، خش. اشتغل ثلاثة ايه؟ 13-1 اول مرة. أتعصينني يا ليلى؟ لم أعف آمري، ولكن صوتا في الضمير نهاني. وورد يا قيم، ورد ما حفلت به، لقد ذهلت فلم تجعل له شانا. إذن تحاببتما. بل أنت تظلمني، فما أحب سواك القلب إنسانا. هل تذهبين معي؟ لا، لا أخون له عهدا، فما حاد عن عهدي ولا خان. طب كويس، اتبع لي. انت خلاص يا امال ما عندكيش شغل النهارده. طيب استاذ عزيز، مفيش عربيه توصلني اسكندريه؟ ايوه يا مدموزيل امال، عربيه الشركه. انا مدي خبر للاسطى حسين من بدري يوصلك ويرجع. متشكره. العفو. عزيزه تعالي ودي الهدوم العربيه. حاضر يا استاذ امال. ده المقابلات اللي هناك دي. اتعصينني يا ليلى؟ بتقولي يا روح امك؟ بابا بصبص لك بالنحوي. هاتي هاتي نزق قبلة. ده لما تطلع عينيك. هاتي بقول لك. اختشي سواق الترس لحسن اضربك على نفوخك. بقول لك هاتي. باو باو. ليلاي ليلوي. والنبي يا استاذ حسين تساعدنا ودي الحاجات دي العربية. يا ستي العربية قدامك اهي ما توصليهم. انت يا باي لولي. الشوط الجاي صامت. عزيزة عزيزة. وحياتك يا عزيزة تطلبي لي قطبة هنا، ما اعرفش ايه اللي ماذا. حاضر. خلاص يا عزيزة؟ ايوه يا فندم، الهدوم في العربية ولوست حسين جاي حالا. طيب سعيدة يا عزيزة. مع السلامة. سعيدة يا حورية. طيب. هات الكبلات يا بطان، هات الكبلات. مستني ايه يا اسطى؟ يلا انا مستعجلة. حاضر يا فندم. على فين ان شاء الله؟ على فين ازاي؟ على اللوكاندا. لا مؤاخذة. اللوكاندا فين ان شاء الله؟ انت بتهزر؟ يلا من فضلك. حاضر يا فندم. ليلى
ليلى واعفي ابوك كمان. امال امال استنى. ايه يا صلاح؟ ما تنسيش الليله دي سهره في الرومانس زي ما اتفقنا. والله مش عارفه يا صلاح. لا لا لا، احمد عامل ترتيبه على كده، والاستاذ حسين جاي من مصر وده منتج الفيلم وما يصحش. طيب لما اشوف. اطلع يا اسطى. حاضر يا هاني. فضلك يا اسطى زود السرعة شوية. أكتر من كده يا هاني؟ إحنا على 120. غريبة مش حاسة. أصل السرعة يا هاني مسألة نسبية. ما دام مفيش حاجة بتمر جنبينا مش ممكن نحس بيها. عندك مثلا الطيارة. بيبقوا طايرين على سرعة 300 كيلو زيادة. ومش حاسين إن الطيارة بتتحرك. مش عرفك إنت ركبت طيارة؟ كتير يا هاني. هديت ليه يا اسطى؟ اصلي في حته يعني هنمر فيها انا بعتبرها اجمل منظر صحراوي في مصر، فقلت في عقلي بالي يمكن الهانم تحب تمتع نظرها. يا اسطى انا مستعجله وما عنديش وقت، والطريق ده بمر فيه وبشوفه مرتين كل يوم. في فرق يا هانم بين اننا نبص واننا نشوف. في حاجات لما نبص لها نكتشف فيها حاجات ما كناش شايفينها. يعني هكتشف ايه انا هنا؟ كانت رمل امبارح وهي رمل النهارده. بعد اذنك يا هانم، النهارده شيء وامبارح كان شيء تاني. فوق كده مفيش حبيتين رمل يشبهوا بعض، مفيش راجل يشبه راجل، مفيش ست تشبه ست، مفيش ساعة تشبه ساعة، ولا يوم يشبه يوم، ولا قصة تشبه قصة. انت سواق؟ دلوقتي بشتغل سواق. بقالك كتير بتشتغل في الشركة؟ يا الهانم ما تعرفش سواقين الشركة ولا ايه؟ لا دي أول مرة بركب عربية الإنتاج. لازم عربية الهانم بتتصلح. مظبوط. ده من حسن الصدف. متشكرة. دلوقتي لو سمحت بسرعة شوية. طيران من عيني يعني. بحاضر. تاني المرة دي مش بإيدي، مزلقة مقفول. بعد إذن الهانم هنتهز الفرصة أطلب منها أوتوغراف. مفيش مانع. إذا كرمتي أي كلمة على الكتاب ده. همس القلوب وقصص أخرى. أنت بتقرأ كتب؟ كتير. باين عليك متعلم كويس. أوي أوي. أنا أقرأ كتير بس المؤلف ده بالذات معجب بيه جدا. جلال ممدوح جلال؟ أيوه. بيعبر بالكلمة والحرف عن كل اللي عايز أقوله. متشكر. انت طول عمرك بتشتغل سواق؟ لا والله الاشغال دي بتيجي مع الظروف وكله اسمه نصيب. ايوه عندك حق. قول لي يا افندم. انا متهيألي اني شفتك قبل كده. فين معرفش. في الدنيا. في الدنيا استهاني كما ناس بتتقابل. في ساعات الدنيا بتبقى اصغر من الشركه اللي بنشتغل فيها دلوقتي. لا مؤاخذة يا هانم، الحمد لله على السلامة يا هانم. الله يسلمك، أنا متشكرة أوي يا اسطى. العفو يا فندم، أي خدمة؟ خد يا اسطى. خلي يا هانم. معلش عشان السجاير. ما دام مصممة. تسمحي لي بالرقصة دي يا أمال؟ على إذنك، اتفضل. معايا مليون رقص. ارقص مع عليزه مره يا اخي. ما هو احمد معاها اهو عشان خاطري. ماشي، انا مفيش حد يهمني غيرك انت. انا اديت وحدك ولا ايه؟ لا انا محترم وعارف.
واظن سلوك اليومين دول كويس. لا يبقى خلاص ما تطلبيش مني اكتر من كده. ما تطلبيش مني اني ما حبكيش. ما تطلبيش مني اني اقطع الامل في كونك يوم من الديان تحبيني. في حاجة يا أمل؟ لا مفيش حاجة. أنا إيه للأسف صحيح. هو مين ده يا أمل؟ هو الشركة. فين ده؟ قاعد على البر. قاعد على البر؟ غريب. عمل حاجة ضايقتك؟ لا أبدا. تعالى نقعد يا صلاح. لا ده كتير قوي، دي حاجة زيادة من اللزوم. إيه الحكاية يا أمال؟ سواق الشركة قوم شوف لك طرفة معايا. أني سواق؟ الراجل اللي قاعد على البر هناك من ساعة ما جه هو قاعد يرمز لي ويعجز. مش شايف سواقين على البر؟ الراجل اللي بيبتسم لنا ده معرفوش، لكن انا اعرفه. هو اللي وصلني النهارده الصبح اللوكاندا. اذا كان هيكمل انا مضطر اسيبك واطلع. لا استني ما اشوف انا ايه الحكايه. أمال على خير؟ طلعت تريح فوق. لا 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 استني استني، المسألة فيها سوء تفاهم. الأستاذ حسين السواق طلع لسواق ولا حاجة. الأستاذ ممدوح جلال المؤلف. أيوة لما رأك ركبت في عربيته غلط قال دي فرصة أتعرف ببطلة بقدرها قد ما بحترمها. على العموم أنا آسف إذا كان الفصل ده زعلك، أرجوك تسامحيني. خلاص زال سوء التفاهم. تسمح بقى أستاذ ممدوح تتفضل معانا على الترابيزة. أيوة بس إذا كانش ده يضايق أمال هانم. لا أبدا يا فندم اتفضل. اتفضل اقول ان الزمن مستمر. انت قلت لي سوق يا استاذ تقوم تسوق فيه. كنت عايزاني اكسفك. لا بس كان لازم تنبهني، المفروض انك تفهمني. ايوه المنطق بيقول كده. طب انا بحكم ان دي في عداوه متاصله بيني وبين المنطق. ليه؟ لانه ده متقيل قوي. اذا كان على المنطق ما كانش في حاجه تجرى في الدنيا ابدا. لا كانوا اتنين اتقابلوا ولا كانت حوادث جرت ولا كانت روايه اتكتبت. لو كان على المنطق كان لازم نبقى اتنين اغراب ما نعرفش بعض. حموت من الشبع. الله انت خدتيني حلوانه بسلوانه وخليتيني انسى. تنسى ايه؟
أنا المفروض فيا بحكم مهنتي برضو إني ما أتكلمش عن نفسي. أنا ما أعرفش عنك حاجة أبداً. أوعى تفتكر إني أنفع بطلة من بطلاتك. أنا حياتي تتلخص في كلمتين، تمثيل في تمثيل. الكلمتين دول هما اللي بيدور عليهم الفنان. أنت بتبيعي السعادة للناس. أيوة، بس باب النجار مخلع. قصدك تقولي إنك مش سعيدة؟ مش قصدي، قصدي أقول إني من كتر الشغل ما عنديش وقت، ما عنديش وقت انبسط، ما عنديش وقت للسعادة، ما عنديش وقت أعمل اللي نفسي فيه. تعرف دلوقتي أنا نفسي في إيه؟ نفسك في إيه؟ أشتري عربية حمضور. الله، وإيه اللي منعك من كده؟ مش ممكن، مفيش رخص جديدة. أجري لك واحدة؟ فكرة برضه، بس على شرط مش أنت اللي تزقها. مش يلا بينا بقى يا أمال، عندنا تصوير بكرة بدري. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 2 وزيادة. ياه، الوقت فات بسرعة. طيب أنا متشكر جدا على السهرة اللطيفة دي، أشوفكم قريب إن شاء الله. صباح على خير. وانت من أهل، مع السلامة. لا انا كنت بس عايز اسمع صوتك قبل ما انام. اقول لك تصبح على خير. وانت من اهل بكره؟ اه زي ما اتفق. عفراء عندي لبيك سيدتي الصبر واستدفعي به الجزع. لقد سمعت الحديث، كيف إذن صبري على ما جرى وما وقع؟ ويح قيس وويح لي، أي ثأر للمقادير عند قيس وعندي. لم تعذب بالحب عذراء قبلي كعذابي، ولن تعذب بعد. صوت صورة ويح صوت. أوكي، المشهد اللي بعده. اطبع دي الشوط اللي جاي لك. العرب والبنات اتفضلوا. ايه يا احمد، انا خلصت النهارده. ايوه خلصت، تقدري تنزلي. عربيه الانتاج تحت امرك. وليه عربيه الانتاج؟ انا نازل بلد طبيعي كده. دقيقه واحده غير هدومي وننزل سوا. حاسبوا الكابلات. المشهد 25. حاضر. تعرف يا استاذ احمد، انا ما كنتش فاكر ابدا ان شغلكم متعب بالشكل ده. ما تكبرهاش، كل مهنه ليها متاعبها. قولي، المشهد اللي شفته دلوقتي ياخد وقت قد ايه على الشاشه؟ ياخد دقيقة دقيقة ونص. وتقعدوا في تصويره ساعتين. يا سلام. الجمال في الشوط اللي جاي يا استاذ احمد. عاوز الجمال والحصان الازرق وحيادي. هات الجمال والحصان الازرق يا عوض من حيادي. انا جاهز، يلا بينا يا ممدوح. انا شاكر يا استاذ احمد. العب، مع السلامة. سعيدة يا احمد. سعيدة يا امان. اوعى تكون اتضايقت يا ممدوح. بالعكس، النهارده من اجمل الايام اللي قضيتها في حياتي. عربيه الانتاج تحت امري، كنت سواق كمان. لا المره دي هقعد جنبك. يا ده شرف عظيم يا هانم. مطلوب مني السرعه ولا لا؟ المره دي مش مستعجل. ما هتقبل الكتاب ده مني؟ هدية علشان؟ يا ريت هدية، ده حساب قديم بينا. بقى يشيلن من 25 قرش اللي كنت اديتهم لي وانا بقى خالصين. انا مش عايزة نبقى خالصين. خلاص يبقى هدية. لم تمت ليلى، اشمعنى الكتاب ده؟ دي احسن رواية ألفتها. احسن رواية ما ألفتهاش يا امان، ويمكن عمري مش هألفها. القصر المهجور، قصة جديدة؟ ايوه، بس لسه بدور لها على نهايه.
قصة واقعية؟ لا من الخيال، استلمتها من قصر مهجور على الطريق الصحراوي وتخيلت قصة غرام حصلت فيه. فين القصر ده؟ هنوصله بعد 15 دقيقة. ايه؟ عايزة تزوري؟ اذا ما كانش عندك مانع يمكن النهاية اللي بتدور عليها تلاقيها هناك. جايز مش بعيد. الديار المهجورة ضلوا الطريق، لمحوا القصر، دفعهم الفضول لزيارته. ما عاد فيه إلا أطلال تنعي من بناها وبير جفة ميته وشوية رمل. اتفضلوا. كان حضري وهي بدوية هنا تقابلوا وهنا حبوا بعض وهنا توعدوا على الزواج، وكان له أعداء وكان لها أعداء، فقرروا يعيشوا هنا بعيد عن الناس وبنى القصر ده، وفي يوم الفرح استعد لاستقبالها وانتظر. بصوا البني آدم بدايته ونهايته حبات من الرمل، ما تعرفش بكرة الريح يوديها فين. متهيألي إن القصة اللي حكاها لنا دي قصته هو، وإنه هو اللي كان باني لحبيبته القصر المهجور. مش بعيد. سيبني تقابل. وليه بنحب مادام لازم نفترق؟ وليه البير انقطعت ميته؟ أمال البير اللي تشرب منه الناس تكتر ميته وتزيد، والبير اللي ما يشربش منه حد تنقطع ميته خالص. الظاهر احنا موعودين. ورانا ايه المره دي؟ انت مش مستعجله؟ الغروب جميل في الصحراء، بيتهيأ للواحد انه سامع صوت السكون. تصوير النهاردة؟ طيب بعد ربع ساعة هكون جاهز. أيوة الأنسة أمل موجودة عندك من فضلك؟ عندها تصوير النهارده؟ طيب شكرا.
الحمد لله على السلامة يا بابا. الله يسلمك يا حبيبتي. انت وحشتيني قوي يا بابا. وانت كمان وحشتيني قوي. جبتلي ايه معاك المرة دي يا بابا من اسكندرية؟ المرة دي حبيبتي انشغلت قوي، ملحقتش اجيبلك حاجة معايا. انا زعلانة منك. لا يا حبيبتي وانا اقدر على زعلي، انا بكرة هنزل اجيبلك احسن هدية موجودة. هيا يا بابا. ايوه حبيبتي. طب قول وحياة ماما. يعني ما انتش مصدقة بابا؟ ايوه مصدقة. طب يا حبيبتي روحي دلوقتي عشان بابا يستريح شوية من السفر. عاوزة اقعد مع بابا شوية. معلش يا حبيبتي روحي انتي. الحمد لله على السلامة يا ممدوح. الله يسلمك. شغلتنا عليك يا ممدوح. ليه؟ انت قلت انك مش هتتأخر، وحسب كلامك كنت لازم ترجع من يومين. ما قدرتش. ما قدرتش حتى تتكلم في التليفون؟ كنت مشغول شوية. يعني كانش عندك 5 دقايق تطمن فيهم على البيت وعلى سميحة تسأل إذا كانت راحت للدكتور رجلها بتوجعها ولا لا؟ أنا غلطان، حقك عليا يا ستي. أنا ما بقولش الحق عليك، أصل أنت ما تعرفش سميحة بتعمل إيه وأنت مش هنا. أول امبارح طول الليل تعيط لدرجة إن عيني ما غفلتش، قلت فين ممدوح يجي يساعدني. يا نوال أنت كل ما تشوفي وشي مالكيش سيرة رعاية البنت. أرجوك يعني جاي من السفر وتعبان، سيبيني أستريح وبعدين قولي اللي أنت عايزاه. مازال امام في جواب عشان حضرتك. اتفضلي. ميرسي. ظروف عاجله تضطرني للعوده الى القاهره فورا. لن انسى ما حييت الايام السعيده التي شاء القدر ان نمضيها سويا، وساعيش على امل ان تعود هذه الايام فتجمعنا من جديد. الجواب ده جه امتى يا مفضل؟ الصبح يا هاني، بعد ما خرجت الاستاذ ممدوح جه وطلب مني اسلمه لك اول ما ترجع. متشكر. ايه يا امال، دي بدايه قصه ولا نهايه قصه؟ قصه ايه؟ القصه اللي حرمتنا منك اليومين اللي فاتوا دول، بس الحمد لله الفيلم قرب ينتهي وكلها كام يوم ونرجع مصر ويمكن هناك. نسيت وعدك يا صلاح. طمني، ما نسيتش، ما نسيتش حاجه ابدا. احمد قول لي وحياتك هنرجع مصر امتى؟ والله لو ما تصادفناش صعوبات قدامنا جمعه. في حاجة؟ لا طبعا. اذني في حاجة مضايقاك يا ممدوح؟ لا ابدا. انا ملاحظة انك متغير من يوم ما رجعت من اسكندرية. انا دايما اكون كده لما بشتغل. صباح على خير. انت من اهلي. والنبي لما يكون عندك سفر تاني تاخديني معاك. طيب يا وردة. يا سلام، مفيش احسن من بيت الواحد. وردة. نعم. حد كلمني في التليفون وانا مسافرة سأل عليا كده ولا حاجة؟ لا يا ستي. والجوابات؟ رد عليها سعيد افندي. قصدي جوابات خصوصية مش جوابات المعجبين. معرفش، على العموم هو ما ادانيش حاجة سلمها لحضرتك. طب حضري لي الحمام. عندك بخت يا مدموزيل، دي اخر نسخة عندنا. متشكر. فضلي على الكيس. حب كلها الحياة، فما اعجب الا من راغب في الديان. الله، انت بتعرفي تفك الخط. طبعا. وانت؟ طشاش. لا لازم تتعلم. يا ريت اللي علمني. علم روحك. ضربي صح، مفيش نزاع. العلم حلو. طبعا حلو. انا عمري ما اشتري كتاب لست امال الا لما اقرا بعد هي ما تقرا. تعرفي يا ورده ان ست امال دي اميره بحق وحقيقي. طبعا. ما خلصهاش انهم يطردوني من الشركه فشغلتني عندها. عمري مش هنسى الجميل بتاعها ده ابدا. هما طردوك من الشركه ليه؟ اصل قمت بدور ما عجبهمش. دور ايه؟ دور قيس يقطع التمثيل وسنينه. سيبك من الموضوع ده.
قوليلي كتاب زي اللي اشتريناه ده يبقى مكتوب فيه ايه؟ قصص وحكايات. عن ايه؟ عن الحب. الحب؟ الحب حلو محدش يقدر ينكره. طبعا حلو. طب ما تقرب جنبي كده يا جميل. الله لا تعصيناني يا وردة. بص قدامك. ها طيب. الله يسلمك. يعني الفيلم يخلص تختفي كده مرة واحدة؟ لازم يوم دوبلاج علشان اشوفك. انا ما صدقت المناظر الخارجية تخلص عشان استريح. صدقني بقى لي 3 ايام ما خرجتش من البيت. امال فين احمد؟ في البلاتو جوه. لما اروح اشوف. صباح الخير. صباح الخير يا امال. ازيك؟ الله يسلمك. ما قلنا مش ده، بدل. مش ده مال. ما قلتليش يا احمد الفيلم طالع كويس؟ كل التصوير اللي شفته لغايه دلوقتي ممتاز. طبعا. ايوه هو ده. كنت عايزه اقول لك قريت القصر المهجور. قصر المهجور؟ اخر كتاب كتبه ممدوح جلال. سمعت عنه. ايه ينفع للسينما؟ معرفش انت ادرى بس متهيألي ينفع. استاذ احمد احنا جاهزين للدوبلاج. طيب انا هروح اسال. طيب طيب دور لي من الاول. بلاش دي. تحب عروسه بتقول ماما؟ اي حاجه، المهم انها تكون ما تمشيش. حاضر. حاجه زي كده؟ فعلا لطيف، لفيها لي. حاضر. حاجه تانية؟ متشكر. العفو. إذا سمحت حد يودي لي العروسة دي على العنوان ده. من فضلك يا أستا على مهلك، أنا النهاردة مش مستعجل. أمال تسمح توديني على حتة هاوية؟ أمال في حساب قديم طويل عريض بينا. أمال يا دوب لمحت العربية قلت أعمل لك مفاجأة. بذمتك مش كانت مفاجأة لطيفة؟ جدا. بس اتأكدت منين إنها عربيتي؟ من نمرة. من نمرة؟ أنا مش فاكرها. لكن أنا منساش حاجة يا أستاذ، منساش حاجة أبدا. يمكن من سوء حظي. ليه يا أمال؟ عشان في وقت من الأوقات افتكرت. افتكرت ايه؟ هقولها لك وعوضي على الله. في وقت من الاوقات افتكرت اننا مش ممكن نقدر نعيش شهور بحالها بعيد عن بعض. مين قالك اني كنت عايش؟ امال طول المدة دي كنت دايما معايا في قلبي وفي خيالي، في كل سطر اكتبه في كل سطر ما كتبتوش. انت كمان كنت عايش معايا وعرفت كل شيء عني. عرفت كل شيء عني؟ طبعا يا أستاذ، احنا بنلعب. انا قريت كل كتبك وعرفتك خلاص. تشرف. يعني كتبي ما خيبتش ظنك فيا؟ بالعكس
عرفت منها حاجات كتير وما عنديش مانع اقول لك رايي بصراحه. تحب؟ طبعا. ما اعرفش ليه متهيألي ان في سر في حياتك. سر؟ ايوه، ده اللي فهمته من كتابتك. زي ما يكون في قلبك جرح بتحاول تخفيه تصرفاتك المرحة. قول اللي تقوله، بس شعوري انك بتحاول تبتسم لدنيا غلبتك. الانسان فيك بيضحك لكن المؤلف بيبكي. يمكن هو ده يا ممدوح. هو ده اللي خلانا ندور على بعض ونتقابل. ليه خايفة تقوليها؟ مش خايفة دلوقتي، ما بقتش خايفة من حاجة ابدا. مفيش حاجة تخوف غير الاوهام، وحبنا حقيقة يا امال. ممدوح، نفسي اقضي طول النهار معاك، ولما يجي الليل تعرف نفسي في ايه؟ عربية حنطور نلف بيها العالم ونرجع بعد 100 سنة. ممكن نفضل نلف العالم كده من غير ما نوصل لنهايته. بحبك يا أمال. قولها لي كمان مرة. بحبك يا أمال. كلمة دي سمعتها 1000 مرة قبل كده، لكن منك كأني بسمعها لأول مرة، عشان كده بحبك. أموت فيك. ممدوح، مساء الخير. مساء الخير يا نوال. ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ انت عارف اني ما اقدرش انام قبل ما اطمن عليك. احنا متفقين على ايه؟ مش عاوز اشعر ابدا ان تصرفاتي بتتعبك او بتضايقك. انا مش تعبانه ولا متضايق. طيب، صباح على خير. قبل ما لا متشكر. طيب انا سايبه لك الشاي في الترمز زي كل يوم. الو ممدوح؟ لا، حبيت اسمع صوتك قبل ما انام. النمرة لقيتها في الدليل. تصبح على خير. مع السلامة. مين اللي بيكلمك في الساعة دي؟ واحد صاحبي. طيب ممكن تفضي نفسك بكرة عشان نودي سميحة للدكتور؟ بكرة عندي شغل، معلش وديها انت. يعني ما عندكش 5 دقايق؟ زمان قبل الحادثة كنت بتحب. هنرجع تاني للحادثة. أرجوك نقفل الموضوع بكرة بشوف. الله، مش دي أمال شريف؟ أيوه، يا ترى مين اللي معاها ده؟ بتفكري في إيه يا أمال؟ في حبنا، إزاي اتقابلنا؟ وإزاي افترقنا؟ وإزاي الظروف رجعت جمعتنا؟ ترى بعد كده هتيجي حاجة وتفرق بينا؟ أبدا يا أمال، أبدا مهما حصل. سوء اللحظة اللي احنا فيها دي ما تنتهيش. مالك يا ممدوح؟ لا مفيش.
ليه خايف من حاجة؟ لا أبدا، بس انت عارف الناس وكلام الناس. مالنا احنا ومال الناس؟ يقولوا اللي يقولوا، ده أثر ايه في حبنا؟ أنا عايزاهم يشوفونا بنخرج سوا وبنتفسح سوا، عايزة الدنيا كلها تعرف ان احنا بنحب بعض. احنا ما بنعملش حاجة بطالة عشان نخاف من كلام الناس. أمال تعرفي انت أحسن مني بكتير. شايف؟ شايف. مش عايز مشروع حاجة أبدا. انت جاهز؟ أنا جاهز. يلا وريني شطارتك. عايز لهم صورة تنطق. واحدة كمان احتياط؟ مفيش معنى. بابا بيشتغل في المكتب، اجي وراها له بعدين. روح دلوقتي العب في اوضتك. ممدوح، انا عارفه اني بزعجك، لكن عايزه اعرف الخبر ده صحيح؟ خبر ايه؟ ايه اللي خلاهم ينشروا صوره زي دي؟ تعرفها بقالك كتير؟ لا، من مدة بسيطة. من أيام ما كنت في اسكندرية؟ أيوة، بس مفيش داعي أقولك إن بعض الجرايد بتعمل من حبة أوبر. يعني في حب؟ هو تحقيق ولا إيه؟ في مانع إني أقابلها؟ أنا راجل مفروض فيا أقابل كل الناس وأتكلم مع كل الناس. أيوة، بس كان أكرمني إني أعرف أخبارك منك أنت بدل ما أعرفها من الجرائد والمجلات. ممدوح، انت لسه بتحبني زي زمان؟ انا مش فاهم ايه الداعي للاسئله دي كلها دلوقتي. افرض اننا رجعنا 10 سنين لورا، كنت ترضى تتجوزني؟ المانع؟ اصلي حاسه اني بقيت مراتك بالاسم بس. من يوم الحاسه دي ما حصلت لسميحه زي اللي حاجه فرقت بينا. الصدمه دي حطمت حياتنا ليه يا ممدوح؟ اسالي نفسك ليه؟ يا ريت كنت اعرف. كل اللي اعرفه ان في حاجه راحت من قلبي، وان انت كمان يوم بعد يوم بتروح مني. ايه اللي حصل لنا يا ممدوح؟ ايه اللي خلانا بغمضة عين نبقى عايشين زي الاغراب تحت سقف واحد؟ السؤال ده وجهي لنفسك احسن. وردة، شفت صورة ستك في المجلة؟ ايوه. يا ترى مين اللي متصورة معاها؟ لازم هو ده اللي كانت بتقرا له الروايات. والله شكله مش بطال. انا مش قلت لك ان ستي في حد شاغلها؟ عقبالك يا رب. عقبالي في ايه؟ تنشغلي زيها. بني بيا يا ما نفسي اتصور معاك صوره كده يا جميل. هتتنشر في الجورنال؟ طبعا، واحنا قليلين في البلد. صوره هتعمل ضجه في الوسط الفني. روايه غرام تبدا في مطبخ ممثله مشهوره. ايه رايك؟ كلامك حلو. من يوم ما عرفتك وانا بحب المطابخ وعشت المطابخ وريحت المطابخ. ولا وقته. انت عايز تعكنن عليها على الصبح؟ وبعدين. مع السلامة يا جميل. مع السلامة يا طعم. ها ها. صباح الخير يا ستي. صباح الخير يا ورد. الساعة 10. الأستاذ أحمد اتكلم في التليفون وبيقول شباك الحاج مات. خلاص السواريه كومبلي النهارده، هو جاي يطمنك بنفسه. ألو؟ مين؟ يا قليل الأدب يا بايخ. مش هنخلص النهارده ست أمال. معلش أهو يومه يعدي. أنا مش موجودة طول النهار إلا إذا سأل عليا الأستاذ ممدوح. Thank you.
ميرسي. ممدوح ما تنساش بعد الفيلم انت معزوم عندي في البيت. ايوه بس لا مش هقبل منك اي عذر. بحاول. بيني وبينكو انا كنت مرعوشه في اول العرض بس لما حسيت. اسمحي يا امال صورة عشان الدعاية. عايز اذنك. اتفضل اتفضل. ايوه اتفضلوا الصورة. استنى مش نيلها احمد احسن؟ ايوه مفيش مانع. احمد المنتج مش عايز يسيبه ونبقى ناخد معاه صورة تانية. مالك يا صلاح؟ لا مفيش حاجة يا أمال. عن إذنك. أمال. مبروك يا أمال. بعد نجاح الليلة المنتج كلفني إني أحضر له فيلم تاني بنفس الأطراف. ألف مبروك يا أحمد، أنا مبسوطة أوي اللي هنشتغل فيلم تاني سوا. هروح أقول لصلاح أبشر. عندي لك بشرة كويسة. يا ترى إيه؟ الفيلم الجاي هنعمله سوا، دلوقتي الأستاذ حسين هيقول لك بنفسه. إيه؟ زي اللي الخبر زعلك؟ أنا آسف يا أمال، مش هنقدر نعمل الفيلم ده مع بعض. ليه عندك سبب للرفض؟ أيوه في. إيه؟ أنتِ. أنا؟ أيوه. مفيش داعي إن أنا أعذب نفسي بإيدي. يا صلاح. ما تفتكرش ان انا قلت لك حاجه تزعلك ابدا، احنا اتفقنا هنفضل اصدقاء على طول. ايوه يا امال، طول ما كنا اصدقاء كان عندي امل ان الصداقه دي تنقلب في يوم من الايام الى حب، لكن دلوقتي بعد الخبر اللي اتنشر في المجله مبقاش عندي امل. خبر ايه؟ خبر ان قصدي يعني بينك وبين الاستاذ ممدوح. بيني وبين ممدوح؟ كتبوا ايه وفي اي مجله؟ كتبوا انه الناس ابتدوا يشوفوكوا دلوقتي كتير مع بعض وان دي بدايه قصه حب. البقيه تاتي. لقيت ايه؟ انا مش فاهمه حاجه ابدا. هما مالهم ومال حياتي الشخصيه؟ احمد احكي لي المجله دي، سمعت عنها؟ انا لسه كنت هكلمك فيها. حسين بيه عاوز باي شكل الخبر ده لازم يتكذب. يتكذب؟ امال المنتج امال حاجه زي دي ازاي يا امال؟ انت عارفه جرايد ما تصدق تلاقي خبر فضيحه. عشان فضيحه ايه؟ هو الحب فضيحه؟ لا، لكن ممدوح راجل متجوز. متجوز؟ صورة معاك يا أمال؟ أيوة أوي. طيب ميرسي. أيوة اتفضلوا. ميرسي جنب بعضك شوية. يا أمال في حاجة ست أمال؟ لا مفيش. يلزم خدمة استهاني. اديني كوباية نضيفة. حاضر. ألف ألف مبروك يا ست أمال، أنت كنت جنان والفيلم كان جنان. أنا أموت في أفلام الحب، خصوصا الأفلام اللي آخرتها الحبيب بيتلم على حبيب. يعني عجبك؟ اللي عجبني تخلص حسين ينضف. يا ست أمال، أنا وسحتين زي ما تقولي جه وانا على بعض. هو حبيني وأنا ما كرهتوش، إنما اللي مضايقنا قلة الفلوس. معلش يا وردة ما تشيليش هم، أنا هديكي كل اللي أنت عايزاه. ربنا يخليك يا ست أمال ولا يحرمنيش منك، بس اللي مضايقني إني أسيبك بعد العشرة الطويلة دي كلها. ما تبقيش عبيطة، لازم تكوني سعيدة، تفضلي سعيدة.
فاهمة يعني ايه؟ يعني تخلي نهاية حبك زي نهاية كل الأفلام اللي مثلتها، نهاية سعيدة. سمحت انا عايزك في كلمتين. اجيب لك كاس شامبانيا الاول ولا مش ناوي تحتفل بنجاحنا الليله؟ ارجوك دول كلمتين بس. اتفضل. اذا سمحتي مش هنا. ايه؟ عايزنا نستخبى؟ خايف لا الناس يشوفونا بعدين حد يقول لي انك متجوز مثلا؟ لا اطمن، انا عارفه طول الوقت كنت عارفه. ما تفتكرش ابدا انك كنت بتضحك عليا. عن إذنك صراحة الابتسامة هتفضل مكشر. الناس تقول إيه؟ مش بإيدي يا عمال، إحنا ممثلين، المطلوب مننا الابتسامة مهما كان القلب مكروه. أرجوك يا أمال، عن إذنك. أمال ليه كدبت علي؟ ليه خلتني أبني أحلام كنت عارف إنها مش ممكن تتحقق؟ كنت خايف طبيعي مني. دلوقتي أنا ضعت منك أمال. أوعى إيدك دي تلمسني مرة تانية. أمال ليك حق تفكري فيا في كل اللي بتقوليه ده، بس أنا يهمني تعرفي حاجة واحدة، أنا عمري ما حاولت إن أخدعك. لما تقابلنا من غير ما أشعر لقيت نفسي بحبك، هربت من حبي في اسكندرية، القرار جمعنا تاني. كم مرة فكرت أقولك إني متجوز، خوفي من إني أضيع حبك كان بيخليني أسكت. دي الحقيقة يا مال، أنا بحبك لدرجة إني بقيتش أقدر أعيش من غيرك. أكيد مراتك لما اتجوزتها قلت لها نفس الكلام ده. أمال أرجوك مفيش داعي. مسرحية سخيفة مش كده؟ ماتوا أبطالها كلهم في الفصل الأول، حتى المؤلف معرفش يكمل. ممدوح الساعة بقت تلاتة، هتفضل سهران لحد امتى؟ اما خلص الرواية اللي فيه فيها ايه لو تقوم تستريح شوية؟ تحب اعمل لك حاجة سخنة؟ معلش متشكر، روحي نامي انتي. انام ازاي وانت في الحالة دي؟ حالة ايه انا مش فاهم؟ اللي كلمة والتانية مالك يا ممدوح؟ جرالك ايه يا ممدوح؟ انت مش زي زمان يا ممدوح؟ انا كنت زي زمان ودلوقتي بقيت ازاي؟ عاوز افهم. زمان ما كنتش بتتخلق على اي كلمة تسمعها، صوتك ما كانش بيرتفع في البيت ابدا. ودلوقتي؟ دلوقتي زي ما انت شايف، اي كلمة اي حاجة تتخانق، وما اتخانقتش مع حد تفضل مكشر طول النهار. دي ما بقتش عايشة يا مندو. اه انا كده، اذا كانش عجبك العيشة دي روحي دوري عليها. يعني بتطردني؟ افهمي اللي تفهميه. هي وصلت لكده؟ قدرت تتسلط عليك لدرجة انها تخليك تطردني؟ هي مين دي؟ اللي اتعرفت عليها في اسكندرية. انت فاكرني عبيطة ولا ايه؟ من يومها وانت مش على بعض كرهتني وكرهت البيت، حتى سميحة ابتديت تتضايق منه. لكن ولا يكون عندك فكر، اطمن مش انا الست اللي هتقف في طريقك، لكن ربنا مش هيوريك يوم حلو معاه. ذنبي وذنب سميحة هيفضل في رقبتكم انتوا الاتنين طول العمر. بكرة الصبح انا هاخد سميحة وامشي من البيت. طيب إذا
إذا كنت تحب إننا نسيب البيت دلوقتي أنا ما عنديش مال. لكن سميحة مسكين ما أقدرش أخرجها بالليل. كفاية رجلة وأظن أنت عارف الحقيقة. عارف يا نوال، لكن أنت مش عارفة حاجة. إذا كان البيت ده أصبح جحيم وأصبحنا إحنا الاتنين أغراب فيه فالسبب هو أنت. أنا؟ أيوة أنت. في كل مناسبة بتفكريني بحادثة التصادم اللي كسرت رجلي سميحة. في كل مناسبة بتخليني أحس إن أنا مجرم. مش عاوزة تفهم إن قلبي بيتقطع عليها أكتر منك، وإن الذنب مش ذنبي، قضاء وقدر وربنا أراد كده. أنت حياتك وقفت بعد اليوم المشؤوم، وعايزة توقفي حياتي معاكي. هو ده السبب الحقيقي اللي خلاني نبتعد عن بعض. فهمتي دلوقتي؟ وعشان أريحك، مش أنت اللي هتسيبي البيت، أنا اللي هسيبه. أرجوك ما تمشيش، أنا عارف إني بضايقك، حاجة واحدة بس عاوز أعرفها، وبعدين مش هتشوف وشي أبدا. عايز إيه؟ عايز أعرف هربتي ليه؟ عشان ما بدورش على مغامرة. أنت ظلماني يا أمال، أنا عمري ما فكرت في مغامرة، العطفة اللي بشعر بيها نحوي أنبل من إنها تخليني أفكر التفكير ده. العطفة دي تخليك تجري ورا بنات الناس وأنت راجل متجوز. وفيها إيه إن كنت متجوز؟ أنا مش أول راجل متجوز ملقاش السعادة في بيته أم دور عليها برا. ما ارتكبتش جريمة إن كنت حاولت أخد نصيبي منها في الحياة. وما يهمكش القلوب اللي هيتعذبوا من وراك. ذنبها إيه مراتك؟ اتجوزتها ليه؟ ما كنتش عارف الظروف هتغيرها، وما كنتش أفتكر إن يجي يوم أحبك لدرجة إني ما بقتش قادر أتصور الدنيا من غيرك. ابعد عني أرجوك، ما بقتش عايز أسمع منك ولا كلمة بعد كده. أمال، أنا عارف إنه مش صعب تسامحيني، بس اتأكد إن عمري ما خدعتك. أنا بحبك يا أمال. سيبني أرجوك. يا أمال، أنا مش طالب منك حاجة. البيت أنا سبته خلاص ومش راجع له تاني. حاجة واحدة اللي تهمني دلوقت، أنتي. حاجة واحدة عاوز أعرفها، بتحبيني ولا لأ؟ أنت. قولي إنك ما بتحبنيش، وأنتي مش هتشوفيني تاني. متفتكريش جوازنا هيتم بسهولة، أرجوكي متخليش أي حاجة تأثر على حبنا. إحنا علينا نقاوم كلام الناس والجرايد، بكرة يقولك إزاي ده راجل متجوز، والجوازة دي هتأثر على سمعتك. كلهم زي بعض، بعد ما لقيته مش مستعد أسيبه يضيع مني. بكرة يقولك اوعي تضحي بفنك، أنت مخلوقة للفن مش مخلوقة للجواز. هقولهم أنا زي أي واحدة بحلم بالبيت والأولاد وشريك في الحياة. ربنا يقدرني إني أحقق لك أحلامك يا أمال. الخبر ده صحيح؟ أيوة. فكرتي كويس في اللي هتعمليه؟ ومش هتراجع أبدا. يعني هتسافري معاه قبل ما تستلمي الجايزة؟ لا، حددنا ميعاد السفر بعد حفلة توزيع الجوائز. أمال، أنا مش من حقي أقولك الكلام ده، بس أحب أنبهك إنك هتتجوزي الراجل له ماضي. ماضي يمكن يسرق منك المستقبل. هتضحي بمستقبلك وتتنازلي عن أجمل مهنة في الوجود. أجمل مهنة في الوجود إني أحب إنسان وأكرس له حياتي. بعد ما عشت ألف دور نفسي أعيش حياتي أنا. تذاكر والباسبور، أرجوك تكون في المطار الساعة 1:15، قيام الطيارة الساعة 2 بالظبط. متشكر. الطيارة بتقوم الساعة كام؟ 2:30، يعني تخلي الشنط في العربية، يا دوبك تحضري الحفلة وتيجي المطار على طول. تعرف يا ممدوح، في ظروف تانية الحفلة دي كانت تبقى أهم شيء في حياتي. النهاردة اللي يهمني بس سفرنا سوا. يا ريت نفضل نسافر على طول ونلف العالم ونرجع بعد 100 سنة.
مش نفسك تعيش 100 سنة؟ هعيشهم كم مرة. ألو؟ أيوة أنا أمال. مين؟ ما تستغربيش إن كنت بتجرأ وأكلمك، لكن في حاجة مهمة عايزة أقولها لك. أرجوكي دول 5 دقايق، تحب أجيلك البيت دلوقتي؟ لا لا أنا اللي حاجفة. أيوة. من مين التليفون ده؟ هنبتدي نغير؟ أظن من حقي، بس لازم تعرف إن في ناس كتير بتحبني. مفيش حد في الدنيا يقدر يحبك قد يا أمال. عارفة عارفة يا ممدوح. مالك يا أمال؟ مش عارفة، زي حاجة ضايعة مني. عارفة إيه؟ الابتسامة. عندك حق، ما كنتش عارفة إن فرحة الحب ساعة تخلي القلب حزين. ويمكن عشان هنسافر. على فكرة هنتقابل إزاي بعد الحفلة؟ أنا في الأوتيل زي ما أنت عارف، ومش هتلاقيني من هناك. أسيبك دلوقتي. موجود؟ أيوة يا فندم. أقول لها مين؟ أمال. اتفضلي يا فندم. أنت أمال شريف مش كده؟ وانتي مين؟ انا سميحة. هو بابا ما كلمتيش عني؟ ها؟ لا دنيا، اصله مشغول قوي اليومين دول فبين، لكن هو بيحبني قد ما بحب. طبعا. وانتي كمان انا بحب. مالك؟ دي زعلانة من حاجة؟ لا يا حبيبتي مفيش حاجة. تعرفي أنا بشوف كل أفلامك وعايزة أبقى ممثلة زيك. وليه عايزة تبقي ممثلة؟ عشان أكسب فلوس كتير وأجيب لبابا كل حاجة يطلبها، عشان ما يزعلش ويسافر ويسيبني أنا وماما. مساء الخير يا أمل هان. مساء الخير يا فندم. كل اللي بيعرفوكي بيحبوكي، كبار وصغيرين. روحي يا سميحة العبي في اوضتك. حتى سميحة خليتيها تحبك من اول مرة. زي ما انا شايفة مش هيكون صعب عليها انها تقولك يا ماما. انا جيت لحد هنا عشان انت طلبتيني. ده اللي كنت عايزة تقوليهولي؟ لا، في حاجة كنت عايزة اعملها، لكن معرفش ايه اللي خلاني اتراجع في اخر لحظه. كنت ناويه احطم التمثال اللي رسمه سميحه في قلبها ليكي. كنت هشاور لها عليكي واقول لها دي الام الجديده اللي هتفرق بين امك وابوكي. انا ما فرقتش بينك وبين ممدوح. انتوا كنتوا مفترقين من قبل ما اعرف. عندك حق، انا فهمت غلطتي اخيرا. المهم مش انا، المهم عندي سميحه. عشان كده حبيت اقابلك. يمكن ممدوح يطلبها عشان تعيش معاه. أرجوك تساعديني إنه يسيبها لي، هو مش محتاج لها قدي. وإنتي عندك مجدك وشهرتك، وهو عنده إنتي، لكن أنا ماليش غيرها وهي ملهاش غيري. يمكن كل اللي أطلبه منك قادرة إني أبقى ممثلة كبيرة وأكسب فلوس كتير وأرفع قضية على عنايات هانم وأحبسها في السجن. أرجوكي ما ترفضيش طلبي. أرجوكي ما ترفضيش طلبي. يعني هتساعديني؟
الخير يا أمال. مساء الخير يا بابا. يمكن تستغربي لأن جاي لأول مرة أزورك في بيتك، لكن أنا حبيت أطمن عليك. صحيح الخبر اللي سمعته ده بخصوص إيه؟ بخصوص سفرك. أيوة يا بابا. عبدو حد سأل علي؟ الأستاذ ممدوح اتكلم مرتين، والأستاذ أحمد بوصي حضرتك ما تأخريش على الحفلة. صحيح لغيتي كل العقود اللي معروضة عليكي؟ هتسافري على طول؟ قصدي اقول هتقعدي كتير بره؟ قصدي يعني هتسافري لوحدك ولا مع قصدك مع ممدوح؟ مش عارف، بس انا سمعت انه اب وله بنت صغيره اسمها سميحه ولا امال، انا مش فاكر. كل اللي اعرفه انه جايز يوم يحن لبنته. مش ممكن الإنسان يلغي 10 سنين من حياته بجرة ألم. أكيد هيجي يوم ويحن لبنته وأم بنته. وسأليني أنا، وساعتها جايز يندم. وتبقي أنت عملتي إيه؟ تبقي فرقتي من راجل ومراته. تبقي حرمتي سميحة ولا آمال أبوها. ابتديت تكتب قصة حبنا. في يوم من الأيام، في يوم من الأيام هكتبها. أنا لو مطرحك أبتدي أكتبها من دلوقتي، عشان عرفت ليه إحنا اتقابلنا وليه حبينا بعض. قوليلي ليه يا أمال؟ عشان تكتب أنت من قلبك وأمثل أنا من قلبي. فاكر لما قلتلي في يوم من الأيام إن مفيش حبة رمل تشبه حبة رمل، ومفيش يوم يشبه يوم، ومفيش قصة تشبه قصة. أنا عايزة قصة حياتنا تبقى جديدة في كل شيء. لما تكتب عني ما تطلعنيش شريرة، ما تقولش إني حاولت أفرق بين زوج ومراته أو بين أب وبنته. وإنتي إنسانة حبت وبس. حاول كل اللي إنتي عايزاه، إنتي دايما هتبقي جنبي. إذا كان في جملة أو كلمة ما تعجبكيش اسطبيها قدامنا العمر كله. صحيح، قدامنا العمر كله. ممدوح، هطلب منك طلب وهحلفك بحبنا إنك تنفذه. أي طلب يا أمال؟ مع الجواب اللي هتبعته لنوال إدي ده لسميحة. إيه ده؟ هدية مني لبنتك، أوعدني إنك هتوصله. أوعدك، بس في إيه ده؟ لا، وحياتي عندك ما تفتحوش غير بعد ما انزل. خلاص، أنت عمرك ما طلبت مني حاجة علشان أرفض لك الطلب ده. أمال، هنتقابل في المطار زي ما اتفقنا؟ نودع بعض ليه بدل ما هنتقابل؟ هنتقابل بعد ساعة أو بعد سنة أو بعد أجيال، يهم إيه بدل ما هنتقابل كل ما اتنين حبوا بعض؟ إيه الحكاية يا أمان؟ الظاهر إن هتجوز منافس جديد ليا ولا إيه؟ لا، أمان رجعت ممثلة.
حين تذكرني أمام زوجتك وابنتك قل لهما أني أحببتهما حين أحببتك. الوداع. Thank you.